مشاركة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في معركة الموصل أصبحت أمراً علنياً. نائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد أبو مهدي المهندس أكد أن سليماني جاء لقيادة المعركة الحالية بطلب رسمي من حكومة بغداد، هذا رغم وعود القائد العام للقوات المسلحة بأن دور الميليشيات سيقتصر على إسناد القوات الأمنية بسبب الرفض المحلي والدولي، لكنهم تحركوا بشكل منفصل إلى المحور الغربي من الموصل بعد أيام من انطلاق المعارك. وما زاد من مخاوف المدنيين والسياسيين من الأهداف الطائفية التي شاركت بسببها الميليشيات هو تصريحات بعض قياديي الميليشيات، فحركة النجباء أحد الفصائل المنضوية في ميليشيات الحشد الشعبي قالت إن إيران أرسلت العديد من مقاتليها في جميع المعارك. أما قيس الخزعلي قائد ميليشيات عصائب أهل الحق فكان أشار صراحة إلى أن الانتقام والثأر هما السبب الرئيسي لمشاركتهم في معركة الموصل. التدخل العسكري الإيراني لم يقتصر على ميليشيات الحشد، بل إن المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أكد أيضا أن إيران وجهت ضربة ضد داعش شمال العراق، بينما حكومة بغداد لا تزال تنفي تدخل إيران عسكريا في البلاد.